لم يكن الإقبال بالمستوى المأمول مع أول رحلة. عشرات السنين من القطيعة أنست الجزائريين مسالك البحر عبر الشواطئ الجميلة تمتد على طول 1200 كيلومتر. ارتفاع حوادث المرور وانسداد الطرقات الساحلية أجبر السلطات على العودة للنقل البحري. قولهم يسيو يعني باش يجوا يجربوها باسكو جو حاجة مليحة تحويسة في البابور وميم طون كما يقولوا ينقصوا على أرواحهم على الطريق فوالا يلحقوا بكري. ما شاء الله نقصوا على روحنا لونكومبرومون مادا بينا نكونوا لحقوا في الوقت الرابيد. كنا بكري في البوس في الكار نحكموا 4 سوايع 3 سوايع باش تروح لتافورة. درك الحمد لله من ساعة ساعة غير بارنا تما. في خطوة أولية استأجرت المديرية العامة للنقل البحري ناقلتين إيطاليتين واشترت أخرى نحو المسافة البعيدة. هذه الرحلة المتوجهة إلى مدينة جيجل تستغرق 4 ساعات وبسعر رمزي للعائلات والطلبة. نقصنا كثير ضغط على 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 الطرق في بين الجزائر العاصمة والجميلة وحتى نواحي شراقة ودوك كان بزاف يجيو لي باساجي يجيو معنا هكذا يعني. ويعني واش ثاني المقصود في هذا في هذه الرحلات هذو هي سورتو تخفيض الضغط على على الطرق وتخفيض تخفيض كبير على الحوادث المضور. انا اشوف الحوادث المضور في بلادنا كثرت كثير. السلطات الجزائريه تفكر في اضفاء نشاط سياحي على هذه الرحلات حيث شكلت لجنه لمنح تراخيص للمستثمرين بهدف انشاء مطاعم على البواخر وإقامة عروض التزلج. في دقائق معدودات إذن أصبح المسافر والجزائري يتنقل بسهولة بين مختلف المدن الساحلية. عودة الخطوط البحرية الجزائرية للعمل من جديد سينعش لا محالة السياحة في هذا البلد ويقلل من حوادث المرور والزحمة عبر الطرقات. سمع عبد النور عاصمة الجزائرية الميادين.